يدوها مثلا بالكتابة الإحصاء السنوي، يمكن يجمعوا هذا يسموها مجموعة صناعة، لكن هي في قطاع خدمي في قطاع صناعي. ها يعني شو كذا عادة؟ هذا فول صحيح إنه في دخل المطاعم والفنادق، إيش نوع الدخل؟ خدمي. هي بس يعني هذي يفرض على الرسوم ليش؟ تفرض على هذا فول مثلا خدمات على الرسوم. وهناك زراعة ما زراعة بس المطاعم والفنادق، إيش نوع الدخل اللي يكون؟ ضرائب مش ضرائب؟ لكن بقول لك نحن نتكلم على قيمة ما تم إنتاجه في هذه القطاع. يعني نقول لك ما تم إنتاجه في القطاع الزراعي، هذا كلام. ما تم إنتاجه في قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية، أول ما تم إنتاجه في هذا القطاع. المطاعم والفنادق، ما قيمة الخدمات التي قدمت فيها؟ يعني لما تدخل مطعم مش تطلب اي اكل تشتري، يحسب جميع الوجبات بالاخير، هو اخر اليوم معه حساب معين انه دخل الايراد حقه كذا. فخلال الاشياء خلال السنه، المطعم الاول كم كان انتاجه، الثاني كم، الفندق هذا كم، تحسب هذه كلها. مساله ضرائب ما ضرائب، قد هي اصلا داخل دو. يعني احنا نتكلم انه تشمل كل شيء بما فيه الضرائب بما فيه الهلاك، كل حاجه مشموله هنا. فكم بيطلع الناتج؟ مساله حسابات سهله، احسبوها. لا احنا خلاص طلع السعر. بس انت تعرف من فين جا الرقم هذا؟ انت لما تحصل الناتج المحلي الاجمالي القيم كلها نلخص هذا. لما نتكلم لما اقول لك ان الناتج المحلي الاجمالي اليوم بعام 2012 بلغ 6 مليون، يطلع تقريبا 6 تريليون و875 مليار. 6 تريليون 875 مليار. تقول لي كيف الكلام؟ فين حصلنا على هذا الرقم؟ يحسب بهذه الطريقة. يتم حساب الناتج على مستوى كل قطاع. يتم حساب الناتج على مستوى كل قطاع. طبعا المسألة مش بالسهولة هذه ولا هي بالمعادلات، المسألة صعبة. تحتاج الكتروني فنيين. الكتروني. يعني ناس متمكنين من عملية الحساب، حتى ان انا ما ادخلش اللي هو قلنا الإشكالية اللي هو في أشياء يتم بيعها، في أشياء يتم إنتاجها، يتم الإضافة إليه، في أشياء تتكرر عملية إنتاجها فقط تحصل قيمة مضافة لها. الشغلات هذه كلها يتوجب إنه معدي هذا البيانات إنهم يكونوا دقيقين جدا في هذا المسألة. يعني وزارة الإحصاء ولا وزارة الإحصاء ولا وزارة مكتب الجهاز المركزي للإحصاء. الجهاز المركزي للإحصاء المفروض هو اللي يصلحه. يعني في مجيء المطاعم والفنادق والمطاعم، لا حد يدخل لهم مثلا قيمة التقييم والخدمات، فخلاص الساعة نهائية. الإنتاج النهائي قد يكون 100 بيتزا. مسألة فنية بحتة. لأنه هذا صاحب المطعم يأخذ كمية كبيرة من الدقيق. قد يحسبون في مرحلة سابقة. فأنا المفروض أن لما أجي أحسبه ما أجيش أعمل رقم نهائي عنده. أجي أولا أشوف كم الدقيق هذا بكم اخذه. اول حاجه طلع قيمه الدقيق، وبعدين اشوف الاضافه اللي اضافها بهذا المعنى. فالمساله فنيه ومعقده مش بهذه السهوله. لكن بالمختصر المفيد، لما تسمع انت فكره او تفتح كتاب الاحصاء السنوي تقرا تجد انه بهذا الشكل يحسب الناتج المحلي الاجمالي. طريقه الناتج النهائي القيمه المضافه. القيمة المضافة كلها تعتمد على استبعاد الإنتاج ليش؟ الوسيط، يعني فقط أحصد ما تم إما استهلاكه بشكل نهائي أو قيمة الإنتاج النهائي إن أنا أستبعد منه الإنتاج الوسيط. تعالوا نشوف المثال هذا وتتضح الرؤية. بافتراض أن مجتمع ما قام بسهم قيمته 50 مليون. Thank you.
لإنتاج مع قيمته 150 مليون ريال من الطب. إذا إنتاج الطب بكلف 150 قيمته القيمة النهائية ربما تكون كم؟ 150 مليون ريال. 70 مليون حيث تستخدم منه 70 مليون لأغراض استهلاكية مباشرة والباقي استخدم لإنتاج مع قيمته 220 مليون. إذن هذا 150 لاحظ كيف توزع 70 مليون استهلاك مباشر نهائي. كم باقي؟ 80 استخدام إيش؟ غير مباشر وسيط استخدام وسيط ليش؟ إنتاج 220 كما قيمته 220 ريال من الباسط للباسط استخدمه؟ إنتاج معلومة المخزن نسي إنتاج الغزمة أو قيمة الغزمة والنسي بس هنا كان يقول الباقي 150 والذي استهلك منه 40 مليون استهلاك نهائي والباقي يستخدم الإنتاج مع قيمته 150 يعني الآن كم باقي 120 هذا الوسط غير استخدام وسط إنتاج 250 مليون ريال القماش يساوي 250 كيف توزع؟ فإذا عدت أنا مثلاً بس لكم القماش بصورة مباشرة استخدام 30 مليون استهلاك مباشر نهائي والباقي 220 صح؟ أيوة 220 استخدام وسيط ملابس جاهزة الملابس الجاهزة تساوي كم؟ 300 مليون ملابس جاهزة خلاص فيها استخدام نهائي وسيط آخر من حرب تقول 300 لما يكون كله استهلاك نهائي خصصنا الاستهلاك النهائي. طيب بهذه الطريقة أنت لو وجدت تحسب هذه لو افترضنا أنك في البداية تقول لي أن أنتج إنتاج فقط 150 وأنتجنا 220 غاز نسيج وأنتجنا 250 وأنتجنا 300 الإجمالي كم بيكون؟ 300 لو حسبنا الإنتاج الإجمالي 300 بنحسب كل اللي هي الاستهلاك النهائي يعني بس 40 مليون زائد 30 صح؟ لا لو حسبنا هذه 150 220 كم بيطلع؟ يا دكتور انا احسب 70 620 70 ممكن 600 150 220 250 300 لو حسبناها ممكن يكون 920 هل هذه القيمة هي تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي؟ لا لو حسبنا لاحظ الرقم طلع كبير وهذا في كل مرحلة في جزء يكرر استخدم في المرحلة الثانية يعني من 220 هذه أصلا في 80 من المرحلة السابقة موجودة هنا وضمن 250 هذه في 180 هي وفي 80 وهكذا بتتكلم عنه وبيطلع عندي حساب لذلك احنا نحسب قيمة من هذا الانتاج النهائي نستبعد قيمة الانتاج الوسيط فأنت بترجع مثلا في كل مرحلة ما هو الانتاج الوسيط؟ أول حاجة معنا 50 مليون سحب من المخزون هذا حسبناه في فترة ماضية
هل هو ضمن الانتاج الحالي؟ لا. اذا هذا انتاج بسيط بيدخل. وثمانين ومئة وثمانين 220 معهن ناقصا من هذا الرقم. او ممكن احسب بس الناس. او ممكن احسب الاستهلاك النهائي. الاستهلاك النهائي 70 70 زائد 40 و30 3300 كم يطلع؟ 70 300 400 كمل يا دكتور الكتابة. لا فإذا حسبنا هنا مثلا لو جينا بنحسبه بعقل في المرحلة الأولى كم كان؟ 70 وفي الثانية 40 وفي الثالثة 30 وفي المرحلة الرابعة 80 الفرق بينهم كم؟ 80 كم الناتج؟ كيف كان دكتور لو حسبتها بالطريقة هذه كم الناتج؟ 220 يا دكتور تدري كيف؟ ممكن نحسب كذا؟ 220 يا دكتور 220 يا دكتور 220 كيف قرب الطريقة يا دكتور؟ أي من الطريقة؟ قول 150 ناقص 50 100 إيش؟ 150 ناقص 50 اعمل 100 100 كيف 100؟ 220 ناقص 150 70 هذا الكلام الصح هذا الكلام الصح 150 ناقص 220 ليش؟ لأنه هنا قيمة الإنتاج في هذه المرحلة كم؟ 150 قيمة الإنتاج 150 كم الإنتاج الوسيط؟ 100 50 شوفوا بدينا عملية الإنتاج بكم؟ ب50 مليون سحبناه من المخزون هذا ما بتدخلش في الحساب بس بتدخل كمنتج وسيط أنتج في مرحلة القط أنتج ما قيمته 150 إذا 50 مليون هي موجودة هنا كم الناتج بالأخير؟ 100 يعني لو يزال 100 من النقطة لا يعني بيكون 70-30 هو مجموع الدخول يا دكتور اللي هو استهلاك النهائي والوسيط الآن أي بسبب الدخول؟ يا دكتور كمل عشان نمشي سوا 220 ناقص 150 مش هتستبعد 150 خلوها كذا حبة هنا كم؟ 50 مليون وكان الإنتاج 150 إذا المرحلة هذه كم أعطيتنا؟ 100 قيمة إنتاج نهائي أو قيمة مضافة إذا القيمة المضافة في هذه المرحلة هي 100 حلو الكلام تمام 220 ناقص 120 ناقص 80 طيب الآن بتدخل هذه المرحلة 220 ناقص 150 كم الاستهلاك اللي داخل؟ 70 لا 80 70 220 ناقص 150 عمل 70 اخذ منه 70 كيف اللي مشت طيب يا دكتور بيقدر لا دم جديد حبه انت ايش سؤالك كيف الانويه واخذنا من نفس لك 70 والوسط 80 إذا قلنا ما قلنا والله خلصنا مع 150 قيمة الإنتاج كله لكن ضمن 150 مليون من مرحلة سابقة إيش اللي ضفته لي مرحلة إنتاج القطن قيمة الإنتاج لمرحلة القطن القيمة المضافة هي 100 نفهم استهلك منه استهلاك نهائي 40 مليون
والباقي ويقول السؤال الباقي انه استخدام بسيط، كم الباقي ما بين 220 و 40؟ 180. اذا معناته 180 استخدمت في انتاج ما قيمته 250 مليون من القماش. هذا تم توزيعه ما بين 30 مليون استهلاك نهائي و 220 استهلاك وسط، هذا كله معطيات لحد الان ما فيش حاجه. وعندنا ملابس جاهزه ب 30 مليون خلاص استهلاك نهائي قريبا تستخدم، لكن هذه داخل في اصلا 3% هذه موجود داخل الاستهلاك الصحي. اذا كان يبغى نحسبه احنا الان ما اضفته كل مرحله، ما اضفته كل مرحله، بدينا من اول مرحله من عند اديب، اديب قال لي قال معينا معانا 150 وعندنا سحب من المخزون 50، اذا هذا 150 شامل هذا ال 50. نستبعد هذا ال 50 الاولى. فيطلع 100. قد استبعدنا لو ما حسبنا الاستخدام الاستهلاك النهائي. يا دكتور ممكن اطلعنا. لما جمعنا السحب والاربعين. يا دكتور ممكن اطلع ملا. لا جلس جلس جلس. انت ولا استبعدتني. احنا استبعدنا 50 قلنا هذه استهلاك نهائي 70 وبعدين استهلاكنا هنا كم؟ تمام حسبنا هنا 40 تمام وحسبنا هنا 30 وحسبنا هنا 80 كم طلع علينا؟ 70 و40 220 هذه اللي مستبعدين استهلاك نهائي. طيب خلينا احنا الان نمشي بهذه الطريقه. انا شوف هذه اذا وصلنا لهذا الكلام معناته انه احنا كان شغلنا صح. اذا وصلنا الى نتيجه مخالفه معناته كان شوف في شيء مفقود، في حلقه مفقوده الان. فالان انتاج الغاز كم اضاف لي؟ 100. طيب انتاج الغاز والنسيج كم اضاف لي؟ كم أضاف لقيمة الإنتاج؟ 120. كم الإنتاج؟ وصل 140. ما ليش كم الإنتاج النهائي؟ 120. كم الإنتاج الوسط فيه؟ 80. الفرق بينهم كم؟ 140. كم؟ 140. إذا القيمة المضافة هنا تكون 140. القيمة الإضافية مرحلة إنتاج الغاز والنسيج هي 140. تعال للنقطة الثالثة، إنتاج القماش، كم عندك؟ 250. كم الإنتاج الوسيط اللي فيه؟ 180. 150، فرق بينهم كم؟ 70. وهذه هي المرحلة كم؟ الثالثة. مرحلة ثالثة. إذا بالمرحلة الأولى أعطانا قيمة مضافة 100. وفي المرحلة الثانية أعطانا قيمة مضافة 140. وفي المرحلة الثالثة أعطانا قيمة مضافة 70. وفي المرحلة الرابعة عندك 300 موجود منه 220 إنتاج وصل الباقي 80. وهذه القيمة المضافة اجمع من هذه 390 هذا من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى اللي هي إنتاج ايش؟ القطن. وبعدين 140 المرحلة الثانية 70 المرحلة الثالثة والأخير 80 المرحلة الرابعة معنى 390 100 140 390 390 إذا مش صح كده هذا الصح كذا الشغل الصحيح. انا فكره القيمه المضافه ان انا احسب ما تم اضافته في كل مرحله